وحلقة مهمة وجميلة بإذن الله ومطمئنة، لأن معانا أستاذ في هذا المجال وقامة كبيرة في مجال جراحات الشرج والقولون والأورام، أستاذ دكتور أحمد علي خليل. إزاي حضرتك؟ إزيك يا فندم؟ ربنا يخليك. أنا طبعاً أكيد هنستغل حضرتك ونعصر بقى العلم اللي عند حضرتك الخاص بكل حاجة ليها علاقة بالقولون الجراحية، الحتة الجراحية يعني. فأكيد في جديد حصل في عالم التشخيص بالتأكيد والعلاج، فهنتكلم عليها في الحلقة. فعايزين بس نشوق الناس علشان خاطر يسمعوا الحلقة، نقول لهم إيه، نطمنهم نخضهم نشوقهم. نطمنهم إن شاء الله، نقول إن بإذن الله يعني بقى في تقنيات كويسة جدا في التشخيص، تمام، تساعدنا في التشخيص المبكر للأمراض خصوصا الأورام. في تطور وطفرة هائلة في علاج الأورام بتاعت القولون المستقيم، بنقدر نعملها دلوقتي بالتقنيات الحديثة بالمناظير، ومؤخرا بالروبوت الجراحي. الروبوت الجراحي ده عايزين نتكلم عليه كويس، لأنها حاجة الواحد كان متخيلها صعب إنها تبقى في مصر، بس حضرتك بتقول إن حضرتك من الفريق. الحمد لله. طب هايل جدا، يعني وصلت فين بقى في الروبوت الجراحي؟ موجود فين؟ في مستشفى عين شمس تخصصي. عين شمس تخصصي. طب هايل جدا الروبوت الجراحي، يعني اسمعوا الحلقه هتفهموا القصه، ان هو مش روبوت بجد يعني، مش انسان آلي، مش انسان آلي بيتحرك وبيتكلم وجراندايزر والكلام ده، انما حاجه بتساعد الطبيب. مش هنحرق الكلام طبعا، فده حاجه جميله جدا يعني. وان حضرتك ابتدت تتعمل فعلا بقاله قد ايه تقريبا في مصر يعني؟ احنا ابتدينا في 31/10. احنا يعني اول برنامج بقى بنتكلم على الموضوع ده. طب جميل جدا وحدث قوي يعني. جدا طبعا. وفي ايه تاني بقى من الحاجات اللي ممكن يعني التطورات، يعني المناظير ممكن بتعالج ايه تاني بقى في جراحة القولون بالتحديد يعني؟ المناظير بتعالج معظم امراض البطن. مناظير الجراحة بتعالج معظم امراض البطن، اذا كانت بقى جراحات سمنه، اذا كانت استئصال مراره، طحال، اصلاح فتق جراحي، فتق ايربي، استئصال الاورام، اذا كانت بقى من المعده، من الامعاء، من القولون، كل حاجه بنقدر نعملها دلوقتي بالمناظير. تمام. يعني احنا بجد سعداء بوجود دكتور احمد علي خليل معانا، واول مره اشوف دكتور جراحه هادي كده وما بيخوفش الناس، بالعكس بيطمنهم، فده تطور لوحده في عالم الجراحة بصفة عامة. فنشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، واسمعوا الحلقات اكيد اكيد هتطمنكم وهتفيدكم كثيرا جدا مع يعني شخصية متميزة في مجاله. فبنشكركم ونشكر حضرتك جدا على حضرتك، شرفتنا يعني. شرف لينا. ربنا يخليك. اسمعوا الحلقات.